جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول إذا كان الشخص يصلي تحية المسجد وهو يصلي أقيمة الصلاة، هل يتم الصلاة أم يقطعها؟ وإذا قطعها فكيف تكون صفة القطع؟ هل يسلم في الصلاة أم ماذا؟ إذا كان في أول الصلاة فالأولى أن يقطعها، لأن هذا يفوت عليه بعض الفريضة. أما إذا كان في آخر النافلة ولا يفوت ذلك عليه شيئا كثيرا فإنه يكملها. هذا هو أحسن الأقوال في هذه المسألة. ومن العلماء من يرى أنه يقطعها مطلقا، ومنهم من يرى أنه لا يقطعها مطلقا ولكن يتمها خفيفة. ولكن الأحسن والله أعلم أنه إن كان في أولها فإنه يقطعها، وإن كان في آخرها أو مضى معظمها فإنه يكملها.